ماذا تعرف عن الشركة الصينية التي تنافس جوجل؟ تتمتع شركة تينسنت التي تأسست سنة 1998 ومقرها في إقليم شينزن بشعبية كبيرة في الصين، وتحقق الكثير الكثير من الأرباح. ورمز البطريق اللطيف مألوف جدا للأطفال في الصين، تماما كرمز ماكدونالدز، وهو الأقواس الذهبية المألوف لدى الأطفال في الغرب، كما تقول كيري ألين خبيرة الإعلام الصيني في بي بي سي. يعتقد أن تينسنت أكبر بكثير من مجرد شركة صينية في الصين، لقد اكتسبت شهرة باعتبارها شركة صديقة للأسرة وتربط العائلات والأصدقاء وزملاء العمل في العصر الرقمي. لديها نموذج عمل لا تستطيع الشركات الصينية الأخرى إلا أن تحسدها عليه، إذ يمكنها الوصول إلى جميع فئات الجمهور عمليا. لكن الكثير من الناس في الغرب لم يسمعوا بها من قبل، لكن هذا لا يعني أنها غير موجودة في حياتنا اليومية. وعلى أي حال، تمتلك تينسنت أيضا أسهما في مجال الألعاب والموسيقى والأفلام الأكثر شعبية في الثقافة الغربية. ومثل ألفابيت في الولايات المتحدة الأمريكية، الشركة الأم لجوجل، تمتلك تينسنت مجموعة واسعة من الاستثمارات والشركات والتطبيقات، رغم أننا نستطيع القول أنها لا تزال تشتهر بخدمات المراسلة. وقد خص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق ويتشات في آخر أمر تنفيذي له، وطالب الشركات الأمريكية بالتوقف عن التعامل معها. ولدى ويتشات أكثر من مليار مشترك داخل الصين وحول العالم، وتسمى النسخة الصينية من التطبيق بوايتشين، وغالبا ما تتم مقارنته بواتساب، وبالتأكيد يستخدم على نطاق واسع للمراسلة. تم حظر العديد من تطبيقات المراسلة ومواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية في الصين، فمثلا لا يمكنك إرسال رسالة عبر فيسبوك إلى صديق مقيم في بكين، كما أن هناك الكثير الذي بإمكانك فعله على تطبيق ويتشات غير المراسلة. ويتشات أقرب إلى نظام تشغيل مستقل تماما، كما يمكنك استخدام أندرويد من جوجل ونظام التشغيل أبل iOS لمجموعة متنوعة من المهام. يمكن استخدام ويتشات لقراءة الأخبار ودفع الفواتير وطلب تاكسي والطعام وإدارة الشركات الصغيرة. ولم تكشف الشركة مدى تحقيق ويتشات منفردة للأرباح فحسب، ولكن من الواضح أن تينسنت ككل في حالة نمو وازدهار. وأظهرت نتائج الأرباح في الربع الأول من سنة 2020 إجمالي إيرادات قدرت ب108 مليار يوان صيني، أي ما يقارب 15 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 25% سنويا رغم انتشار وباء كوفيد-19. بينما بلغت عائدات شركة ألفابيت في نفس الفترة 41 مليار دولار. وكشفت البيانات الشركة أن لها 479 استثمارا وصلت قيمته إلى أكثر من 6.6 مليار دولار، وأهمها الألعاب. من الواضح أن تينسنت تجني الكثير من الأموال من خلال الألعاب، فهي أكبر ناشر لألعاب الفيديو في العالم، ولديها حصة في أشهر لعبتين حول العالم فورتنايت وبوبجي، وتمتلك حصة 40% في فورتنايت وإيب كيمز، ولديها ترخيص في تسويق بوبجي في الصين رغم فشلها في الحصول على الموافقة اللازمة، كما أنها تمتلك بشكل كامل كل من ريوت جيمز و ليج أوف ليجندز. وفي أكتوبر 2019 نشرت بي سي جيمر قائمة تضم 16 شركة ألعاب خارج الصين استثمرت فيها تينسنت بشكل علني، بما في ذلك يوبي سوفت وديسكورد. من أهم استثماراتها أيضا الموسيقى والأفلام. تستثمر تينسنت في الموسيقى والأفلام الغربية أيضا، فقد أكملت مؤخرا صفقة تمنحها حصة 10% من شركة الموسيقى يونيفرسال العالمية، حيث توزع الشركة أغاني وموسيقى فنانين كبار مثل ليدي جاجا وتايلور سويفت وديريك وكيندريك لامار. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة فعليا قسما موسيقيا خاصا بها يدعى TMO، وشهدت عملية تبادل الأسهم بينها وبين سبوتيفاي في سنة 2017. حصلت تينسنت على حصة 7.5% في شركة سبوتيفاي العملاقة، بينما حصلت الأخيرة على 9.5% من أسهم TMA.
وشاركت تينسنت بيكتشرز ذراع الشركة السينمائي والإنتاجي في عدد كبير من أفلام هوليوود، بما في ذلك فيلم تيرمينيتور دارك فايت لسنة 2019، وفيلم وندر وومن لسنة 2017، والفيلم الذي سيعرض على الشاشات في العام المقبل ماذرك. ولن ننسى امتلاك العملاق الصيني لحصة 5% أيضا من شركة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا. لكن ما الذي يقلق الولايات المتحدة الأمريكية؟ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن انتشار تطبيقات الهاتف المحمول التي طورتها وتملكها الشركات الصينية في الولايات المتحدة تهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة. وتقول الحكومة الأمريكية أن كل من تطبيقي تيك توك وويت شات يجمعان معلومات كثيرة عن مستخدميهما، ويقال أن جمع البيانات يسمح للحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى المعلومات الشخصية للأمريكيين. ويعرف على نطاق واسع أن ماهو تينغ الرئيس التنفيذي لشركة تينسنت والمؤسس الشريك في المعروف باسم بونيما يدعم الحزب الشيوعي، كما أنه عضو في مجلس الشعب الصيني وهو البرلمان الوطني الصيني. وجاء في الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب أيضا أن كل من ويتشات وتيك توك يجمعان بيانات عن الرعايا الصينيين الذين يزورون الولايات المتحدة، مما يسمح لبكين بمراقبتهم. ويشير البروفيسور ألان وودوارد خبير الأمن الإلكتروني من جامعة ساري إلى أنه بالنسبة للمستخدمين الدوليين فإن بيانات ويتشات موجودة على خوادم من خارج الصين، مما يعني من الناحية النظرية أنها محمية بشكل أكبر من رقابة الدولة. لكنه أضاف أن سياسة حماية البيانات الشخصية بويتشات تنص صراحة على أنها ستمتثل لأي طلبات قانونية من وكالات الدولة لتسليم البيانات الموجودة في خوادمها. وقال تماما كما هو الحال مع تيك تو، فإن القلق هو أن الشركة الأم الصينية، وبالتالي قد يقال أنها تخضع بالفعل لقانون الاستخبارات الصيني. ولم تصدر شركة تينسنت حتى الآن أي رد على قرارات الإدارة الأمريكية، واكتفت بالقول نحن نراجع الأمر التنفيذي لمعرفة كل جوانب القضية.